هذا البرنامج برعاية زين. إذن هذا هو لينوفو بوكيت بروجيكتر، وهو عبارة عن بروجيكتر أو جهاز عرض صغير يمكن وضعه في الجيب. يستطيع العمل لمدة ساعتين ونصف. هذه النسخة في يد عبارة عن نسخة تجريبية لم تطلق إلى السوق بعد. هذا الجهاز يستطيع أن يعطي شاشة مكبرة بمساحة 110 إنشات. دقة الصورة التي تعطيها هذا الجهاز هي 854x480. هناك أيضا سماعة في هذه الجهة على مسافة 40 سنتيمتر، يمكنك الحصول على صورة عالية الدقة، ولكن بعد ذلك كلما ابتعدت ستحصل على صورة أكبر تصل إلى 110 إنش، ولكن يجب عليك مراعاة أن تكون الغرفة قاتمة لكي تحصل على الصورة المطلوبة. هذا البروجيكتر يعمل على أنظمة أندرويد حاليا 4.3 وما فوقها. في شهر يونيو سيصدر هذا الجهاز بقيمة $250. يتوقع كما تقول الشركة احتمالية إصدار نسخة تعمل على نظام ويندوز وكذلك iOS مع حلول آخر العام. وزن الجهاز هو 170 جرام فقط، ويعمل عن طريق الواي فاي للاتصال مع الهاتف الذكي لكي ينقل الصورة من الجهاز. هذا البرنامج برعاية زين.